المستقبل ضاع والحاضر راح والماضي انمسح. من داخل خيمة النزوح هذه في غزة يجلس اللاجئ السوري أنس قاطرجي يسترجع ذكريات وصوله إلى غزة قبل 10 سنوات بعد اندلاع الحرب في سوريا، آملاً بمستقبل أفضل له ولعائلته في القطاع. فضل الله تعالى افتتح مطعم الحلبي هون في قطاع غزة. أنس نقل المطبخ الحلبي إلى غزة ونجح بإنشاء مطاعم له في القطاع، لقيت شعبية كبيرة، إلا أن حياته عادت مرة أخرى إلى نقطة الصفر كما تركها في سوريا. الحرب في غزة دمرت مطاعمه وما عاد له مكان غير هذه الخيمة الصغيرة. أنا صار في جواتي صخب من السواد، ما راح أقدر يرجع يتأقلم على الحياة مرة جديدة، وخاصة أن احنا شغلتنا كسياحة ومطاعم تعتمد على الابتسامة والضحك، يعني كيف بدي أضحك بوجه الناس بعد هيك؟ كيف بدي أفتح مطعم مرة تانية؟ حال أنس كحال الآلاف في غزة، دمر القصف الإسرائيلي أشغالهم التي قضوا فيها سنوات من عمرهم، بعضهم كانوا ملاك مصانع ومتاجر حلويات، إلا أنهم حاولوا استكمال ما بدأوا به من خلال أكشاك صغيرة افتتحوها في أماكن نزوحهم.